السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، اخباركم بشنو يعينكم، معكم اخوكم سليمان. اليوم معنا تحدي كويكسل جديد. معنا اليوم اخوي طلال كيلر. هلا طلال، كيف حالك؟ هلا والله، كيفك؟ الحمد لله، نورتنا يا طلال. بوجودك حبيب قلبي، حياك الله. مستعد يا طلال التحدي؟ والله مستعد، ماني مستعد. اكيد انك خايف زيي يا اخي. عندك خبره. انا ما عندي خبره. انا خبره بالخسائر. والله انت جيت على الشخص اللي بتفوز عليه. يلا يعني حظك شين يعني. ما... يلا 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 يلا، احنا الحين كلنا حظوظنا شينا. يلا طيب، قل لي اللاعبين اللي عندك. اللاعبين اللي عندي سانشيز الازرق، صح؟ اي الازرق، مزبوط. وما تتش الازرق، اصبر خلينا، ما تتش ولا مين؟ اي ما تتش الازرق، مزبوط. واجويرو. اجويرو عاد سيرو غالي. مين اللي عندي؟ انا عندي ديخية صراحة. اللاعبين دول تشكيلتي الاساسية جايبهم. عندي ديخية الازرق 92، عندي كوستا الازرق 93، عندي روني الزهري او الوردي 90. اوكي مزبوط، مزبوط. الحين بنروح نفتح باكج عشان نشوف من يبدا. يلا الحين رحنا الباكج وجهز عليه عشان انا عندي الباكج جولد. يلا الحين انا الحين عندي الياس. يلا خلاص جهز الياس. يلا 1 2 3 افتح باكج. يا رب اني انا ابدا يا رب. ابغى تكسر طول. اضغط تكسر. لا يا رب. اقل شيء كم عندك؟ 75. انا 76. 77 اسف، 77. يا انا اقل شيء 77. اصور. دور لاعب. 76 والله. انا 77 على شيء عندي. يلا. هذا اول حظ خايس هذا انا. قايل لك خايس يعني، ان شاء الله بدايه خير لي. خلاص ابوك بس. يلا نرجع التشكيله. يلا اخ بس يلا نبدا. اللاعبين اللي عندك قلت اغويرو سانشيز ماتيتش. شوف بيع المهاجم اليسار. لا الله يا شيخ بسرعه. وش ازرق؟ ها ازرق. انا قايل لك الجاي الشخص اللي تفوز عليه ازرق ماتيتش. يا الله يا الحظ، بدايه قويه. يلا يلا اوكي دورك. بعد سي دي ام. سي دي ام واضح. خايس. طيب اوكي الحين دوري. باع الام عندك. الام يا لا لا عاد تقول لي ازرق. شكله ابو دقيقتين انت وزري. ابشرك لاعب 59 قوته. ايش كويس. يلا با السبيل على اليمين. السبيل لا يا شيخ. هاي برزي. روني الزهر الوردي. جد والله؟ اي والله. روني الوردي. يلا جبت لاعب لي. شوف والله ما توقعت تجيب احد. والله حظك جيد كابتن. يلا باع المهاجم اليمين. لا 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 ان شاء الله صدق. ان شاء الله صدق. مين سانشيز يوس. مو بلو. امزح. قاعد اقول 60 وراح الله يرحمه. يلا اوكي باع الار ام. شوف لاعبيني انت ولا شلون؟ ارمي. طيب فكر لا تستهبل. جد والله رمي. دخية ازرق. جد والله؟ اي والله. اسلخك يا بوي. قربنا الخسارة. يلا دخية ازرق. شوف انا الالم بعت الالم، صح عندك صح؟ ايه خلاص بع الالبي. يا اخي يلا بسرعة لا تطقطق. هو ولا لا؟ لا 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 بقول 63 صراحة. حرام يا تحمسني. طيب انا ايش بعت عندك؟ بعت السي دي ام والسي بي والار ام. السي دي ام والسي بي والار ام والاستيل يمين. بعه الاستيل يمين لاعب امريكي 48. كويس في تطور كويس. رديت له غلط. صدقني انت ادري احس بتفوز. يلا والله ما ظنيت انا باقي لاعب وانت باقي لك لاعبين. باع الكام؟ طن 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 طن. مين؟ واحد قلت 58. يا والله اني ما الا بالاعصاب يا بوي. انا ودي اقهرك في اجويرو بس. طيب الا اجويرو انا ما ابغى يروح والله ما ابغاه. طيب باع الحارس.
كويس. أجل قربنا من الحارس كويس. سيلهم التشكيلة بلغت لك كيف مشكلة. قربنا من الحارس كويس. يلا. يلا. الحين عندك السي بي اليسار في لاعب عندك؟ في السي بي اليسار في السي بي. في السي بي كلهم موجودين؟ كلهم موجودين. باع اليسار. عادي شكله اليمين أجل اللاعب الجاي أوريك. شبيع. قلت يبي ايش؟ سيبي اليسار. أقوله يا حيوان يا حشرة. يا الله أنا أبغاه من بداية المقطع. لا. يلا يلا تقطع. والله العظيم بغيت أسوي حركة وسخة وغيرة بصراحة. لا يا زين. طيب. أنا بتقطع من قوايا. بع ال 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 الأربي. من جدك أنت؟ لا لا غير غير حاول. واضح إنك كذاب أربي وأسبع يلا. يلا بس بقى كذاب تدري ان سانشيز حقي اربي بعد يا الله الحين بقيك لاعب انت صح؟ خلاص انت دوزنا خلاص فزت بس كان بقيك لاعب صح؟ باقي لي لاعب سانشيز بس اتوقع اسرع كوكسل صح؟ اسرع تحدي بس انا صراحه انتقامي جويرو يكفي جويرو اكتب اكتب اسرع كوكسل بالعنوان يعني انا بدالك يعني اسرع خساره اسرع خساره سيتري اسرع هاردك والله هاردك صراحه والله متعود متعود على الفوز يعني بس جويرو يا حيوان ايش اخرت والله تستاهل خلي جويرو يطير احسن الله سانشيز كان طيرته على جويرو مع اني انا ترى العب سانشيز اكثر خلاص سانشيز اضع بس جويرو اغلب الكوينز غالي جويرو خلاص انت في 16 جام شيء كلنا بانتظار في 16 صراحه يلا صراحه صرختك يعني هالشيء يلا تستاهل فوز يا طلال كيلر وان شاء الله يكون بيننا تسلم تسلم حبيبي ان شاء الله ان شاء الله اكيد في 16 راح يكون بيننا ان شاء الله مقاطعه باذن الله اكيد يعني بفوز عليك زي كذا يعني راح يكون في جيم بلاي ما راح يكون زي كذا اوه جيم بلاي والله ما ادري ايش لعبك انا بس يلا عليك مستوى ان شاء الله كويس ان شاء الله وبس اللي كان عندنا انا وبرونر اتمنى عجبكم المقطع اسرع تحدي كوكسل انا اشوفه من رايي و كالعاده يعني كالعاده الكبير كبير كالعاده يعني ما يحتاج تفضيل قنواتنا انا اذا كان المقطع عند برونر قناتي بالدسكربشن اذا كان المقطع عندي قناته بالدسكربشن اتمنى انكم فهمتوا هي زبده قنواتنا بالدسكربشن عندي واشتركوا عنده ايوه يعني مشتركين انا ال 170 اتوقع ال 168 يجون عنده ومشتركين لمده 80 يوم صح؟ مرز انا 80 ايه 80 عندي يعني زي كذا بس ما توقعت كل دول عدت في الاواجد يلا خلصنا وبس يعني كان عندنا كان معكم طلع كلر يا سيو برونر والسلام عليكم.